على الجهة اليسرى للتماس. الحكم يقول الريال لكارفاخ. دانيال كارفاخال يرجع للخلف ناحية بيبي، بيدوروا من هناك في اتجاه خوزي إنياسيو ناتشو في وسط دفاع فريق ريال مدريد في هذه المباراة، يلعبها مع تييرو أسونسو. أسونسو عفوا، الكرة رجعت للخلف لبيبي في اتجاه فرانشيسكو إيسكو، حط عليه كازيميرو، دخل أوديغارد، وصلت لكارفاخال على الجهة اليمنى، يلحق عليها كارفاخال. كارفاخال مع المدافع الأيسر فيكتور دياز، يخرج بالكرة لأوديغارد، كرة خطيرة، أوديغارد يبحث عن المراوغة، النرويجي مازال يرجع للخلف لكارفاخال بيوصل، والدفاع